وجهة نظر الأرقام. هو رقم واحد طبعا فايلر، رقم اثنين بالنسبة للعيبة رمضان صبحي رجل المباراة، يليه محمد الشناوي لأنه أثر في نتيجة المباراة. إذا رمضان صبحي ومحمد الشناوي يستحق أن يكون أبطال هذه المباراة، رغم أن أنا شايف الحقيقة أن النادي الأهلي النهاردة بالكامل، ولكن بالفعل رمضان ومحمد الشناوي لهم دور كبير ومؤثر، أيضا وليد أزارو له دور كبير ومؤثر، أحمد الشيخ له دور كبير ومؤثر. الذكاء والتركيز في الوقت مهما كان، في الوقت اللي بتنزل فيه مهما كان قليل، هو ده اللي بيخليك دايما ناجح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي في الماتشات الجايه يا رب ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل.